أسأل فضيلة الشيخ حفظكم الله عن الصلاة أمام النار الجمر الذي نستخدمه للتدفئة في فصل الشتاء، وما حكم الصلاة أمام الدفاية التي تعمل على الكهرباء؟ أما الصلاة وأمام الإنسان نار تتوقد من جمر أو من لهب هذا مكروه، ذكر العلماء أن هذا يكره أنه يستقبل النار، لأن في هذا تشبها بالمجوس الذين يعبدون النار، سواء كانت النار هذه في مدفأة أو في سراج أو غير ذلك. أما الكهرباء فهذا ليس نارا بالحقيقة، وليس نارا وإنما هو طاقة كهربائية ليست نارا، فيجوز أن يصلي وأمامه اللمبة المولعة أو اللمبات، أحرج في ذلك لأن هذا ليس من النار. وكذلك المدفأة التي الكهربائية هذه مثل اللمبات تماما، هي لمبة.